السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم لكم بمقطع جديد من لعبة جي تي اي سان أندرياس. في هذا الفيديو رفاق سوف نقوم بتجربة مميزة وجميلة جدا، لطالما تمنيت أن أقوم بها، لكن دائما ما أنسى يا رفاق، دائما ما أنسى، وهذه المرة لن أنسى أبدا، وسوف أقوم بإنجاز معكم هذه التجربة الجميلة. حسنا، مكان وجود هذه التجربة التي سوف نقوم بها فموجودة في هذه المهمة بالضبط. فهذه المهمة اسمها بيير أو الرصيف 69. عندما ذهبنا إلى سيزر كما ترون، لحظة، هذا هو سيزر. عندما ذهبنا إلى سيزر وحاولنا قتل رايدر في هذه المهمة، عندما حاول رايدر الهرب منا وقفز في البحر ثم حاول الهرب عبر القارب، بعد ذلك قمنا بقتله. حسنا رفاق، فتجربتنا وهي كالآتي: ماذا سيفعل أو ماذا سيحدث لريدر إذا حاول الهرب في البحر ولن يجد البحر إطلاقا في هذه المهمة؟ فماذا سيفعل في هذه اللحظة؟ هل سوف يعود أدراجه ويحاول الهرب يعني عبر سيارة ما أو ما شابه، أو سوف يستمر ويقفز من ذلك المنحدر ثم يحاول الهرب بطريقة لا نعلم ما هي؟ فبالأول دعوني أريكم أن البحر غير موجود إطلاقا في هذا المكان يا رفاق، كما ترون في جي تي اي سان أندرياس. انظروا معي، لقد قمت بحذف البحر نهائيا. انظروا معي، لا وجود للمياه في البحر. كل ما سترونه هنا مجرد صخور وأعشاب البحر كما ترون. انظروا معي إلى نجم البحر هذا، وشوفوا معي يا رفاق هذا الجليتش الجميل. شوفوا معي يا رفاق الغرائب والعجائب جي تي اي سان أندرياس. سفينة تطير في الهواء. كان من المفروض عندما اختفى المياه يجب أن تسقط هذه السفينة يعني على الأرض، يعني لأن لا وجود هناك لأي ماء. حسنا، دعونا نستمر في التقدم. أوه، هنا سفينة أخرى. سفينة أخرى يا رفاق، انظروا معي، هي أيضا معلقة في الهواء. رائع جدا. أوه، هذه السفينة خاصة بالعسكر يا رفاق. ممتاز، دعونا نعود أدراجنا يا رفاق، وهيا لكي ننطلق. الآن سوف ندخل إلى المهمة يا رفاق، ونكتشف معا ماذا سوف يحدث لريدر عندما يحاول القفز ولن يجد الماء في البحر، أو لن يجد البحر. ممتاز، فبالأول سوف نقوم بإنجاز المهمة يا رفاق بالشكل العادي، يعني لكي نسترجع ذكريات الأيام زمان يا رفاق في التختيم. ممتاز، دعونا نذهب عند سيزر ولنرى ماذا، لأنه الآن سوف، لحظة، حسنا، هؤلاء هم حراس تيبون. نعم، هؤلاء الأشخاص فهم الآن أعداءنا، لكن سوف يأتي وقت وسوف يصبحون حلفاءنا. أما الآن فهم حلفاء. أوه نعم، هؤلاء رجال ووزي على ما أعتقد. نعم، أعتقد أن هؤلاء رجال ووزي. نعم، دعونا الآن نقوم بالقضاء على رجال تيبون. ممتاز، أوه أصبته. ممتاز، علي قضاء على هذا. رائع، أنا أحاول إسراع يعني في المهمة لكي لا أطول عليكم أكثر، لأن هدفنا هو فقط هي التجربة، تجربة ماذا سيحدث يعني لريدر، ولا تهمني إطلاقا أنا المهمة، كيف سأقوم بإنجاز المهمة. كما ترون هذا هو تيبون صديق ريدر الخائن، وصل مع رجاله، وهذا هو الخائن ريدر أخيرا وصل مع رجاله مع عصابته البالاس. بصراحة هذه العصابة الزرقاء التي عصابة يعني تيبون، نسيت اسمها الصراحة. اوه، هذا الشخص الموجود في المروحية فهو تورينو. اوكي، البالاس وريدر قاموا برمي قنبلة الدخانية لكي، حسنا سوف اقفز من هنا ولا يهمني الامر. يلا فلنتابع الان. أين ذلك السلاح الصغير لكي أستطيع الجري، لكي أستطيع الركض بسرعة؟ ممتاز، ثم سأستخرج هذا السلاح. جميل، لا، لحظة، أين اختفى سلاحي؟
احنا سوف اقوم بالقضاء على هذا. رائع، انتبه، تعالوا تعالوا ايها الخونة، جميعكم سوف تموتون على يدي اليوم. لحظة لحظة لحظة، علي قتل هؤلاء جميعا. انظروا، هذا اصابه جليتش، لا يريد الموت بسهولة. حسنا، قضيت على هؤلاء. اوه هناك اخرون في الاعلى. يلا يلا، سوف تموت سوف تموت. ممتاز، قتلته، هذا ايضا قتلته، رائع، فلنستمر. اوه رجال عصابة البالاس، رجال البالاس، هناك واحد بعيد، يا سلام عليك، اصبته، جميل. واحد هنا، ممتاز، قتلته. اين الباقي؟ هنا واحد. ممتاز، اصبته. سيزر، سيزر بقي في الخلف لانه خائف من الموت يا جماعة. حسنا، لست الوحيد الذي يجيد الجلوس واطلاق النار. حسنا، هذا هو تيبون يا رفاق، لكن عليه قتل هذا بالاول. طبعا انا قمت بتفعيل كود الحياة الدائمة لانني لا اريد ان افشل في هذه المهمة واعيدها من جديد. حسنا، فلتقضي علي يا سيدي، جميل، قمت الان بالقضاء عليه. انظروا كيف يسير تيبون، ممتاز، هيا هيا بسرعة، فلتقضوا عليه، فلتنهوا امره. ممتاز، لقد سقط من ذلك الارتفاع. هذا هو ريدر يا جماعة، انظروا معي ماذا سيفعل الان. هل سيقفز؟ لكن الماء غير موجود، سوف يموت. غريب، سمعت صوت الماء. شوفوا معي، انظروا معي الى ريدر، لحظة لا استطيع رؤيته بشكل جيد من هنا. هذا ما فعله ريدر يا رفاق، لقد قام بالقفز تلقائيا. بصراحة لم اكن اتوقع بان يقفز، كنت اعتقد بانه سوف يلقي نظرة على هذا المكان وعندما لن يجد البحر فسوف يحاول الهروب والذهاب الى الشارع ثم يقوم بسرقة سيارة ويحاول الهرب منا. وبصراحة لم اتوقع بان يقوم بهذا العمل الغبي، لكن كما ترون معي. هل نستطيع العثور على تيبون في هذا المكان؟ لا اعرف بصراحة. اعتقد بانه عندما مات يعني اختفى مباشرة، بعد ذلك ظهر هذا الشخص. كما ترون معي رفاق، هذا هو ريدر، لكنه تجمد في مكانه، غريب. هل بسبب انه لم يجد المياه ثم تجمد في مكانه، ام انه يعني لا يستطيع الهروب يعني في القارب بدون ماء؟ لا اعرف الصراحة ماذا حدث معه بالضبط. يوجد هنا غار، لا اعرف ما هذا الكهف، لكن سنكتشفه فيما بعد. حسنا يا رفاق، دعونا الان لنرى لماذا ريدر تجمد في مكانه ولا يستطيع الركض او الهرب. كما ترون معي رفاق، فرداد الماء فمحيط حوله، او لا اعرف ما هذا الشيء. نعم اعتقد انه خاص بالماء يا رفاق، وهو محيط به، مع ان الماء غير موجود. حسنا يا رفاق، فهمت الان ماذا حصل معه. شركة روكستار جيمز قامت ببرمجة ريدر في هذه اللحظة بالذات بأن لا يقوم بأي شيء عدا السباحة فقط حتى يصل إلى القارب. السباحة فقط، يعني لا يحق له الركض أو المشي أو أن يفعل أي شيء آخر عدا السباحة. لكن بما أننا قمنا بحذف الماء فريدر لا يستطيع السباحة، لهذا تجمد في مكانه كما ترون. فهذا هو التفسير الوحيد والمنطقي الذي أفكر فيه يا رفاق. وأيضا لا يستطيع الوصول إلى القارب كما قلت لكم، لأنه لا يستطيع المشي، لأنه مبرمج فقط على السباحة في هذه الأثناء. يعني إن لم يجد الماء فلن يسبح، إن كان الماء فسوف يسبح وسوف يصل إلى ذلك القارب. فهذا ما حدث معه، فدعونا الآن نقوم بقتله ونرى معا إذا كنا سنستطيع الفوز في هذه المهمة أم لا. أوكي، وقمنا وفزنا بالمهمة يا رفاق بكل سهولة، يا سلام عليك، واختفى ريدر تلقائيا. فالآن يوجد معنا هذا الكهف يا رفاق، اكتشفته للتو، لم أكن أعلم بوجود هذا الكهف. هذه أول مرة يا رفاق سوف أقوم باكتشاف هذا الكهف، لكن تعرفون لن أقوم باكتشافه الآن،
سوف أتركه إلى حلقة ما يا رفاق ثم أكتشفه معكم، وإن لم أجد فيه أي شيء يعني مثير للاهتمام فسوف أصنع لي يعني شيء وحش أو ما شابه، أو سأخترع قصة ربما تعجبكم أو لا أعرف بالضبط، لكن سنكتشف هذا فيما بعد يا رفاق. على العموم رأيت بعض الأشخاص فوق هذه الجزيرة، غريب، أنا متأكد بأنني رأيت بعض الأشخاص هنا، غريب، كانوا هنا بعض الأشخاص يا رفاق، أنا متأكد 100% بأنهم كانوا هنا، ولقد اختفوا فجأة بعد أن زرنا هذا ذلك الكهف، مع أننا لم ندخل إليه بالكامل. بعد ذلك اختفى أولئك الناس الذي كانوا موجودين هنا، غريب بالفعل، انظروا معي إلى هذا الضباب المريب والمخيف يا رفاق. مثل ما أخبرتكم فأعتقد بأن هؤلاء الناس وهذا الضباب مرتبط تماما مع هذا الكهف، لكن هذا سنكتشفه في حلقة ما يا رفاق، ليس الآن. على العموم يا رفاق هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن تعجبكم هذه التجربة، وأتمنى لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. كان معكم أيوب أو يوبي، مع السلامة.